إعلامية لبنانية شهيرة تفقد عائلة بأكملها من أقاربها جراء العدوان الإسرائيلي، وما قالته مبكي. الله أكبر، الله أكبر. يواصل العدوان الإسرائيلي شن هجماته الهمجية على المدنيين، ضارباً بعرض الحائط القرارات والمواثيق الدولية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1300 مدني في 3 أيام. يا السيارات، خذ يمينك، خذ يمينك، فوقف 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 فوقف. وانتشرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حجم الدمار الذي حصل نتيجة العدوان على لبنان. الله، وكانت قد فجعت الإعلامية شيرين أبو العز باستهداف أقاربها، حيث نشرت صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام لأقرباء لها لقوا حتفهم في الضربة الإسرائيلية على بلدة المعيصرة في كسروان وهم من آل عمرو، وعلقت على الصورة قائلة: شهداؤنا وأطفالنا آل عمرو غارت أمس. وكانت شيرين كشفت بعد الغارة أن عدد من أقربائها كانوا يتواجدون في المكان المستهدف، وقالت: يا رب دخيلك، مش عم بعرف أوصل لشي، طمني عنهم. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر الأليم، وكان قد أعرب عدد كبير من نجوم الوطن العربي عن تضامنهم الكامل مع الشعب اللبناني. فنشر الفنان المصري تامر حسني على حسابه في إنستغرام دعا أن يحمي الله لبنان، كما كتبت الفنانة هنا الزاهد: صلوا لأجل لبنان. بدورها الفنانة المصرية أمال ماهر نشرت مقطع فيديو وهي تغني أغنية للسيدة فيروز: من قلبي سلام لبيروت. بدورها شيرين عبد الوهاب نشرت صورة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: أنا قلبي حزين على أكتر بلد علمتني يعني إيه الفرحة وعلمتني الصمود، لبنان مؤدية عشان هي من أجمل بلاد الدنيا، ربنا معاك ويساعدكو. بدورها رحمة رياض علقت قائلة: بردا وسلاما على لبنان وأهلها، اللهم احفظهم بحفظك يا رب. بدورها المخرجة السورية رشا شربتجي غردت قائلة: الله يحمي لبنان من كل شر ووجع، وربنا يرحم الشهداء وما يضر إنسان، بلد الجمال والحب، ما بيستاهل إلا الحب والفرح، لوبنا معكم. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.